السلام عليكم. في هذا التمرين بنبين كيف نعرف المنوال للبيانات المبوبة سواء كانت منتظمة أو غير منتظمة. قابل مثال، قال بين الجدول التالي فئات الطول لعدد 1000 موظف من موظفي القطاع الحكومي، والمطلوب إيجاد الطول الأكثر شيوعا باستخدام طريقة الرفعة. طبعا باستخدام طريقة الرفعة أو باستخدام طريقة الطريقة العادية اللي احنا نستخدمها ما فيش أي مشكلة. إذا أنا الآن معي 1000 موظف في أي قطاع حكومي. شوفوا الآن، ما تعرف المنوال؟ المنوال مش قال لي إن المنوال هو القيمة الأكثر شيوعا أو تكرارا أو احتمالا، ونرمز لها بالرمز إكس هات. إكس فوق زي علامة إيش؟ إكس فوق زي علامة إيش؟ الثمانية بالعربي. إذا هذه إكس هات. إذا مش ضروري يجي يقول لك المنوال، قد يجي يقول لك الطول الأكثر شيوعا. الطول الأكثر شيوعا منه هو المنوال. إذا أول خطوة لابد إن أشوف الفئات حقي، أشوف الفئات. إذا كان الفارق بينهن منتظم أطبق القانون مباشرة، إذا كان غير منتظم أعيد انتظام إيش الجدول، وأخذناها من قبل بعلمكم كيف نوجدها. إذا كان مش منتظم أوجد إيش طول الفئة، وبعدين أوجد التكرار المعدل أخذناه بداخل إيش القاعة. إذا شوفوا معي هنا 140 إلى 150، كم الفارق؟ 15. 155 إلى 160، كم الفارق؟ 5. إذا هنا أخطأ للشرط. إذا في هذه المرحلة إذا اختلت قيمة واحدة أعيد إيش انتظام الجدول. قال الملاحظة أن طول الفئات غير منتظمة، وهذا الآن يتطلب كما سبق أن ذكرنا سابقا إيجاد التكرار المعدل التي يتم الحصول عليها بقسمة التكرارات على طول الفئة. مش يعني أننا نقسم التكرارات على طول الفئة يطلع لي التكرار إيش المعدل. إذا الآن أحاول إيش أعمل جدول طول الفئة. إذا من 40 ل 55 كم كان حق التكرار؟ 9. أو أقول من 40 ل 55، من 55 ل 60، من 60 ل 65، من 65 ل 70 170، ومن 170 ل 180، من 180 ل 190. إذا معنا 140 إلى 155 فئة، 155 إلى 160 فئة، و 160 إلى 165 فئة، و 165 إلى 170 فئة، و 100 إلى 170 فئة، و 170 إلى 180 فئة، و 180 إلى 190 فئة. هذا نزلت هذه الفئة التكرارات، أنزل هذه كامل، أنزلهن إيش مباشرة إيش بس بشكل عمودي. التكرارات هنا، التكرارات هنا سموه تكرارات أصلي لأن معي التكرار المعدل. 90، 200، 250، 310، 150. كم الإجمالي؟ الإجمالي الصميشن معناته إيش؟ مجموع. إذا الآن ما عملتش ولا حاجة. الآن طول الفئة إحنا عارفين إن هذا طول الفئة، هذا الحد الأدنى، وهذا نسموه إيش؟ الحد الأعلى، لأننا مش متعودين نكتب بالقلم، ما طلعت الكتابة مضبوطة، بس مش مشكلة، أهم حاجة إن إحنا إيش نعرف، وقد أخذنا سابقا. إذا إحنا نقول الحد الأعلى، إحنا نقول 140 و155، كم الفارق بينهم؟ 15، كتبت طول الفئة، إحنا نقول طول الفئة، من هنا لهنا إيش طول الفئة؟ إذا 155 ل 160، فارق كم؟ 5، 160 ل 165، 5، 105، ما تقوليش 140 ناقصة 155، غلط. هذه مش ناقص، هذه من إلى، لا تقول ليش هذا، إحنا تكلمنا على الموضوع هذا. إذا 140 ل 155 نقطة، يعني 15، وهنا 5، وهنا 5، 165 ل 170 5، 170 ل 180 10، 180 ل 190 كام؟ 10. إذا في هذه الحالة استطعت أوجد إيش؟ طول الفئة. إذا المطلوب مني تكرار المعدل، التكرار المعدل ايش بيساوي؟ التكرار المعدل طول الفئة، التكرار الاصلي على طول الفئة، التكرار الاصلي على طول الفئة. اذا اشوف الحالة الاولى، 90 على 15 من كم؟
من 60 عفوا من 6. اذا 200 قسمة 5 انا عشان اوضح لكم هنا 90 قسمة 15 ومعي هنا ايش 200 قسمة 5 ومعانا 250 قسمة 5 بتساوي 40 وهنا بتساوي 40 وهنا معنا 310 قسمة 5 بتساوي 62 ومعنا 100 قسمة 10 10 وخمسة قسمة 5. إذا الآن في حالة المنوال أنا قلت لكم أكبر قيمة بالتكرار المعدل هي فئة المنوال. أين أكبر قيمة أكبر قيمة بالتكرار؟ إذا هذه أكبر قيمة بالتكرار. هذه أكبر قيمة بالتكرار اللي بشتغل عليها وطبق مباشرة. إذا 62 إذا هو قال لي إيش؟ X هات بتساوي L زائدا F تيرينج F1 و F تيرينج اللي بيكون معنا F سيرينج اف سيرينج زائدا اف 1 مضروب في ايش؟ مضروب في ام اللي هو طول الفئه. اذا انتقل الى ايش؟ اش يطبق ايش؟ القانون. اش يطبق القانون مباشره. اذا اش يمسح هنا الكلام هذا اكتب القانون هنا. اذا قال لي ال الحد ايش الادنى للفئة المنوالية. اذا بهذا بيساوي اكس هات بتساوي 165 الحد الادنى اللي هو ال زائدا اف 3 التكرار ايش اللاحق اف 3 هنا اف 3 هنا ايش اف 1 اذا اف 3 بيكون هنا كم معي 10 واف على ايش اف 3 زائد اف 1 اذا بيكون اف 3 10 زائد 50 في طبعا في هنا فوق في طول الفئه. كم طول الفئه؟ 5. اذا 10 قسمة 60 في 5 ويضربها يضيف اللي بيطلع لي كم؟ 10 قسمة 60 في 5 بيطلع لي ايش؟ هذا زائدا بيساوي كم؟ 0.83 زائدا 165. اذا 165 زائدا 0.83 اذا بيساوي لي هنا كم؟ 165.83 كم 83 اللي هو قيمة ايش المنوال. يعني ما فيش اي حاجة. اذا كان الفئة قيم غير منتظمة اوجد طول الفئة اوجد التكرار المعدل اشوف اكبر قيمة بالتكرار المعدل وقل هو ايش فئة ايش الفئة المنوالية واشتغل عليها. اذا عندي لكم تمرين اخر باستخدام ايش اذا كان موجود اذا كان الفئة ايش منتظمة.